السلام عليكم، مرحبا بكم سمية's ريسيبيز. مع سمية هذا فيديو خفيف ظريف ديال واحد العصير انا نديرو ويجي لذيذ جدا، حبيت نشاركه معكم. فهاد العصير راح نحتاجو مكونات بسيطة وسهلة، ولكن قبل ما نبداو العصير ما تنساوش سبسكرايب تامز اب، خليو لي ارائكم والكومنتير تاعكم، راني نفرح بهم بزاف. المهم فهاد العصير راح نحتاجو انا درت 3 حبات تاع الاجاص وحبة بنان، عصير نصف ليمونة حامض، والملعقة نصف ملعقة صغيرة ديال الماء الزهر والحليب. ماء الزهر اللي حب ما حبتش ديرو تقدر ما ديروش، ماشي مشكل، حسب الرغبة تاعكم. كاين اللي ما يحبش ماء الزهر. في الخلاط الكهربائي تاعنا نديرو الفواكه تاعنا ونديرو لهم كمية قليلة من الحليب، ما نزيدوش، ما ديروش الكميه الكامله تاع اللي راح ديروها تاع الليكويد تاع الحليب حتى يتطحنوا الفواكه تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا زدت غير شويه، نقدر نقول لكم قل من نصف كاب ديال الحليب، ونشعلوا الخلاط تاعنا، نخليو الفواكه تاعنا يطحنوا جيدا حتى يبدا يبان لكم ولا بحال بيغي، ما بقاش فيه الحبيبات ديال الفواكه. من بعد تكملوا تزيدوا الكميه تاع الحليب المتبقيه اللي حبيتوها، يعني حبيتوه خاطر بزاف ولا حبيتوه خاطر شويه، انتوما والرغبه تاعكم كيفاش حبيتوا العصير تاعكم يكون ثيك. ونزيدوا نصف الليمونه ونصف ملعقه صغيره ديال ماء زهر. انا درت غير نصف ملعقه صغيره، انتما الى حبيتوا ديروا اكثر ديروا، حبيتوا تستغناو عليه استغناو عليه. كي تخلطوا هذه المكونات نزيد عليه حفينه ديال الجوز ولا البيكان ولا الجوز الاخر اللي عندكم، ماشي مشكل، والناتس يعني اللي متوفر عندكم، تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا اي نوع تاع المكسرات متوفر عندكم حبيتوه تقدروا ديروه، ماشي لازم ديروا الجوز كيما درت انا. ونعمروا العصير تاعنا في كاس ونقدموه للعائله تاعنا. وكان هذا هو العصير اللي حبيت نشاركه معكم، خفيف ظريف وسهل، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وما تنساوش سبسكرايب اند لايك، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفة من وصفات سمية.